أثابكم الله. يقول السائل: رجل له قطعة أرض وثلاث شقق عرضهم للبيع ولكن لم يبعهم إلى الآن لتأخر المشتري، وهو الآن محتاج إلى مساعدة، فهل يجوز له أخذ زكاة من أخيه الغني مع العلم أن له راتبا قدره 200 جنيه مصري، وهذا المبلغ لا يكفيه والعائلة؟ نعم، ما دام أنه محتاج وراتبه وموارده ما تكفيه والأرض والبيت لم ينباع إلى الآن وهو محتاج، يساعد من الزكاة. نعم.